في المحليات، ويمكن الوزارة معنية بقدر كبير بهذا الأمر، لأن مشكلتنا الأساسية جاية من المسؤوليات اللي هي في وسط وأسفل الهرم الخاص بالوظيفي في الدولة. فبالتالي إمتى هنشوف تغير ورؤية مستقبلية تصل للمحليات عشان يتم الإنجاز على المستويات الخاصة بالقرى والمراكز، وبعدين نشوف الإنجاز يعبر إلى المستويات العليا؟ شوف، أنا هقول لسيادتك على حاجة. احنا طبعا وزارة التنمية المحلية لها دور كبير جدا، لانها بتنطق مع كل وزارات، ولها لان محافظات كل عملها بتنطق كل وزارات مصر، وبالتالي عملنا متداخل. لكن اهم نقطة هي التنمية، التنمية التنمية والقضاء على البطالة والفقر. طبعا دي اهم جزئيتين موجودين بالنسبة لوزارة التنمية المحلية، وبالتالي وزارة التنمية المحلية عملت مشروعها. هذا المشروع طبعا يمكن لسه يمكن كتير ما تنش عنه، لكن بدأ بالفعل. المشروع ده انا بعتبره من اهم المشروعات الكبيرة في مصر. ده هيقضي على نسبة البطالة بنسبة كبيرة جدا، وأيضا على مشكلة الفقر. هذا المشروع اللي هو مشروع التنمية المجتمعية البشرية المحلية، المشروع ده طبعا بيهدف إلى تنمية كل القرى والنجوع والمدن، أيضا تنمية مستدامة. تنمية مستدامة بيشمل بقى إيه؟ بيشمل مشكلة حل مشكلة البطالة، بحل مشكلة الفقر اللي موجود بالنسبة لبعض القرى والنجوع، حل مشكلة الخدمات الصرف الصحي اللي موجود فيها. هذا المشروع هو مشروع تم تحت اسم مشروعك. المشروع ده بتموله كل بنوك مصر كلها، يعني البنوك الحكومية كلها. البنوك طبعا هذا المشروع تعمل على 279 مقر حي ومجلس مدينة في بتفاصل فيه البنوك، وبيشوف كل المشروعات. أي مشروع مهما كان قيمته بيمولوه فورا. الهدف من كده ان احنا والمشاريع بتقام في نفس القريه وفي نفس النادي، وبياخد ترخيص في نفس المكان تبع سياده الشباك الواحد. الهدف منه ان احنا ما فيش سقف بقى للحد ده. يبدا اللي عاوز قرض من 25,000 لحد 100 مليون، ما دام بيقدم دراسه الجدوى بياخده على طول بدون اي شروط بقى، لا سن ولا اي حاجه اطلاقا. وده هيعمل نوع كبير جدا من التنميه في القرى، هيعمل نوع من الحد من الفقر، انه حد ذات الغير قادرات دول هتديهم قروض ميسره جدا، والقروض دي بياخدوها بالفعل، بيعملوا بقى مشاريع صغيره جدا يقدروا يتكسبوا منها. فانت بتوجد فرصه عماله، ما بتديش في حته الاتكاليه ان هياخد كرتونه، هياخد نديله حاجه في رمضان، لا. دلوقتي اصبح يبقى هنا تحول الشعب الى شعب منتج كله. بالفعل. ده هيغير فكر الشباب كمان. فكر الشباب ان احنا خلاص انا قاعد مستني الحكومه تعمل فرصه عمل، وانا بعتبر عمل في الحكومه دي بطاله مقنعه لان اعداد كبيره جدا موجوده. ده هيبدا بالفعل، بدا فعلا يدي حافز للشباب. بدا الشباب يغير. الشباب ده بيعمل مشروع، بيروح يعمل مشروع زي بيعمل كذا، بيعمل اصابع. مقابل هذا ايه دورنا احنا في المحليات بالنسبه لهذه المشاريع اللي بتتعمل؟ ان احنا تسويقها، ودي اهم طبعا من المشروع نفسه. وازاي ان احنا نحافظ، ازاي ان احنا نساند مع الشباب ان احنا ينجح المشروع، ينجح. ودي مهمه كبيره جدا دي. وبالتالي المحافظين كلهم ورؤساء المدن ورؤساء القرى والجهاز التنفيذي كله واقف بالنسبه لهذا المشروع. المشروع لحد دلوقتي تقدم ليه 32,000 واحد خلال شهرين. كويس جدا. 8,000 واحد خدوا فعلا، حصلوا على قروضهم، بداوا يعملوا مشروعاتهم. يعني هو ماشي بسرعه كبيره جدا، ودخل فيه البنك الاهلي وبنك مصر وبنك القاهره وبنك التنميه وتنميه الزراعه عشان فلاحين. كل ده عشان خاطر يبقى العملية تنمية شاملة ومستدامة. طيب معالي الوزير، صباح الخير الاول. صباح النور يا فندم. يعني انا عندي سؤالين الحقيقه، معلش ارجو انه يتسع صدر حضرتك ليهم. لا اؤمر يا فندم. ربنا يخليك يا فندم. السؤال الاول، في اخر تعديل حكومي كانت انضمت وزاره التنميه الاداريه الى وزاره حضرتك، وبقت وزاره التنميه المحليه والتنميه الاداريه. ده كلام مظبوط صحيح؟ ايوه. في كل الدراسات اللي بتتكلم عن مكافحة الفساد بيتكلموا عن انه الميكنة هي واحدة من ادوات او الادوات المهمة جدا في مكافحة الفساد. في خطاب الرئيس اعتقد الاخير اللي هو كان الحديث الشهري كان اتكلم عن فكرة الميكنة وان هي واحدة من ادوات مكافحة الفساد. ايه الدور اللي وزارة التنمية المحلية والادارية دلوقتي بتلعبه في اتجاه الميكنة، في اتجاه وجود قاعدة بيانات واحدة
ده لسببين. انا اسف، السبب الاول تقليل الفساد بشكل كبير وعدم يعني او التقليل من فكره احتكاك الافراد ببعض، الحاجه الثانيه التسهيل على المواطنين في تخليص اجراءاتهم وغيره. اتفضل يا فندم. مشروع ده اللي احنا عاملينه ده اللي كنت بتكلم عليه ده معمول له الشباك الواحد. احنا انا هقول لك ازاي نقضى على الفساد. معمول له الشباك الواحد، خدت بال حضرتك؟ الشباك الواحد ده عشان الشاب بدل ما ياخد القرض يروح يطلب حاجه ثانيه عشان ما بلاقيش ترخيص، فبنديله ترخيص مؤقت منه خلال 5 سنين. حطينا الشباك الواحد ده اللي حطيناه في كل مجالس المدن، لان الميكان هتاخد وقت عشان اماكن كل احنا بتميكن حوالي مثلا ربع المجالس المدن والاحياء. لكن عشان اعملها دلوقتي عشان ابدا ان انا اعملها سريعا هنستغل الشباك الواحد ده ان الادارات الهندسيه تاخد من خلال الشباك الواحد بتاع مشروعك ده التراخيص. ليه بقى؟ عشان نقضي على هذه الظاهره، ودي مهمه جدا بالنسبه للإدارة. تاني حاجة، احنا في وزارة التنمية المحلية عملنا جهاز جديد، جهاز التفتيش. جهاز التفتيش ده جهاز كبير جدا وكله ناس مميزين جدا واخد معاه ضبطية القضائية وكله، وعلى اساس ان احنا اي حاجة بتحصل في اي موضوع بيوصل او اي شكوى مواطنين اي حاجة بينزل فورا على المكان اللي هو بتاع بدون حد ما بيش حتى استاذ محافظ ما بيشحطش ينزل يفحصه، وبالتالي احنا مسكنا حاجات كتير جدا ومن في الجهاز الاداري، وبالتالي ده قلصت كتير جدا من عمليه الفساد موجود. طبعا الفساد مش هينتهي مره واحده عشان نبقى صراحه مع بعضنا. بس هو لو تسمح لي يا فندم، اجراءات كتيره جدا الفساد ده في العالم كله، يمكن بس احنا كان عندنا النسبه عاليه شويه، لكن ازاي نقضي عليه؟ زي ما سياده الرئيس ذكر بالنسبه للشباك الواحد عشان بنمنع احتكاك، نمره واحد. نمره اثنين، احنا هذا الجهاز اللي احنا عاملينه. نمرة ثلاثة، السادة المحافظين دلوقتي بدأوا يعملوا على غير هذا الجهاز أجهزة في المحافظات كلها بشرط أن هو يراقب، يبقى مراقب لهذه العملية. يعني هي عاوزة حزمة إجراءات معينة وهتاخد وقت، مش هقول لسيادتك هتصبح تحل من الصبح، لا هتاخد وقت شوية. طول ما فيه متابعة وفيه رقابة وفيه إن إحنا الدنيا كلها بس في اتجاه واحد هتجد إن فعلا هنبدأ نحد منها لدرجة كبيرة جدا. طيب أنا ثاني حاجة أتفضل. ثاني حاجة أتفضل. أنا بقول إيه؟ إحنا بنهيب المواطنين نفسهم. انا بهيب المواطنين نفسهم، كل واحد يقول لك انا عاوز اخلص فاروح اتفق واخلص مصلحتي. لا ليه؟ لا ابدا. انت شايف واحد منحرف بلغ، الرقابه الاداريه موجوده، احنا جهاز التفتيش يعني موجود، الاموال العامه موجوده، كل الاجهزه موجوده، وعلى استاذنها تقوم باسرع ما يمكن، وبان طول ما فيش الناس حاسه ان مفيش متابعه انها خلاص هيعمل اللي عاوز يعمل. طيب طيب السؤال الثاني لو تسمح لي يا فندم، وارجو برضو ان تسع صدر حضرتك ليه، هو الحديث حوالين فكره التوك توك، واحنا عارفين انه مجالس المحافظات الحقيقه بتبذل مجهود المفترض في مواجهه فوضى التوك توك. المصريين طول الوقت بيشتكوا من فكره فوضى التوك توك. الحكومه نفسها اصدرت قرارات، مجلس الوزراء اصدر قرارات بوقف استيراد القطع الغيار بتاعه التكاتك وبتاعه الموتوسيكلات في فترة من الفترات، لأنه الحاجات دي كانت بتستخدم المفترض في بعض العمليات الإرهابية في وقت من الأوقات. الناس في ده فهمت أنه في توجه ما للحكومة في مواجهة هذه الظاهرة. فوجئنا بالحوار المسجل لرئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب مع الأستاذ أسامة كمال، وهو بيحاول أنه طبعا مفهوم أنه ممكن يكون مش مقصود بالظبط ده، بس إشارة الرئيس الوزراء أنه اللي مش لاقي شغل، يعني أنا متفاهم كلام حضرتك أنه الحكومة ما فيهاش شغل، متفاهم ده جدا، وبالتالي نعمل بدائل كحكومة وكمان الناس تبدأ تدور على بدائل. بس إشارة رئيس الوزراء لفكرة أنه الناس تركب توك توك أو تسوق توك توك، هل دي مش إشارة سلبية في وقت الحكومة بتحاول تبذل جهود في مواجهة الموضوع ده؟ تفضل فن. شوف أنا حاجة سأخذ، يمكن هو يمكن تعبير يمكن ما كانش يقصد هذا رئيس الوزراء. التصور هذا أنا مش يعني عمره ما هيقصد يقول كلمة زي كده، يمكن أو التعبير يمكن اتفهم بهذا الأسلوب. لكن أنا تصوري الشخصي ان التوك توك ده انا بعتبره آفة موجودة عندنا في مصر. معلش البعض هيزعل شوية، لا احنا شعب لابد نتطور ولابد ان احنا نشوف البديل ليه ايه في القرى. في حاجات جديدة صين صغيرة شكلها كويس جدا، وفي التوك توك ممكن تترخص وممكن تبقى حاجة حضرية، احنا بنتقدم مش بنتأخر. فانا الشاب اللي عاوز يجيب حاجة زي في حاجات كويسة جديدة يجيب وتترخص. لكن التوك توك ان هو غزا المنطقه، ما اعرفش الغزو ده اللي طلع استورده وجابه وعمله وبدا يجيب قطع غيره وبدا نشوف صوره رهيبه
وعشان سعره رخيص فبدأ الكل يقبل عليه. احنا بنحاربش التوكسيك لا ابدا. واتمنى ان كل شاب عنده عربيه صغننه كده من عربيه الصين الجديده دي او التصنيع الجديد دي وشغلها وتاخد رقم وكل حاجه وله علاقات وكل حاجه وتبقى حاجه حضاريه. في سياده الوزير السيارات اللي هي الصغيره اللي هي السوزوكي اللي هي بيتم مع بنك نصر الاجتماعي وبيحصل عليها الشباب بالتقسيط دي في قريبه من حجم مركبه التوك توك وتقدر تفي بالغرض لان احنا بنقول المناطق الضيقه والشوارع اللي هي بالظبط. اه ده انت عارف لو دي موجوده تمشي في القاهره تمشي في اي حته ما دام عربيه شكلها كويس ولا بالفعل واكثر امانا في دول العالم كله امان وكله وبيصرح بترخيصها ويصرح بترخيصها ونصرح ونرخصها ونعمل لها كل حاجه. لكن حته توك توك يعني هل هذا المنظر حضاري وتجد مثلا عيل عنده 10 سنين واقل والله واقل من كده وبعدين تجد ان هو بيستغل في حاجات مش كويسه وحتى في الكوره مش هقول لسيادتك اه هو كده بتعمل في الكوره كويسه مثلا لكن انا اشوف ايه البديل ايه فلابد انا في تصوري الشخصي لابد يقف التوك توك ونبدا نشوف احنا البديل وده الاهتمام ده الحكومه الفتره اللي جايه انها ايه البديل اللي الموجود. احنا مش هنمنع وسيله مواصلات سهله للمواطن على مستوى القرى ورخيصه للشباب انهم يشتغلوا وتجوا فرص عمل. فهي مشكلتنا سياده الوزير مع مركبه التوك توك في المناطق العشوائيه وهناك مشكله اخرى لمركبات السيرفيس برضو انها ملهاش ضوابط. يعني لو برضو في شركه او اداره تابعه للدوله تولت ان هي تكون لها اماكن تقف فيها واماكن تاخد منها الركاب وتحدد سعر الركوب يكون يعني وسيله نقل موازيه لوسائل النقل اللي هي الحكوميه علشان يكون في تنظيم اكتر. شوفي انا هقول لسيادتك على حاجه كان سيد وزير الداخليه اللي هو مجدي عبد الغفار بيفكر في تفكير جاهز في خلال الفتره اللي جايه ديت ان هو هيبدا يعمل عمليه تنظيم شامله لكل المواقف الموجوده مش في القاهره بس كل المحافظات في مواقف عشوائيه كان دي عقب الثوره كان في نوع حاله من المفاوضه نوعا ما. هي الانضباط بالفعل هتبدا يبقى فيه تنظيم كامل خلال الفتره القادمه وده بالفعل السيد الوزير الداخليه بيدرسها هيبدا بالفعل ان هو ينظم هذه العمليه بشرط ان هنرجع الحياه زي ما كانت اول تماما كل حاجه لها التزام ما عادش بقى في الفوضى ولا كل واحد يقف على مزاجه ولا ده يعمل نقف على مزاجه ولا مش هنرضى عيش حد هيشتغلوا برضه بس بشكل منظم ومقنن منظمين ده هو هيستفيد طبعا هو صاحب التاكسي او الميكروباص او هيستفيد مش عارف انت هيبقى لك موقف معين هتطلع منه وهيبقى لك خط سير هيبقى لك كذا لكن اروح محتل ميدان وعامل موقف او تحت كوبري عامل موقف ليه كده يا جدعانه ازاي تمشي ازاي ما ينفعش تمام نشكر سيادتك شكر جزيل